القرآن، كلامه نور، خطه نور، مجلسه نور، قراءته نور. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. في هذا المركز المسمى بالإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، في هذه السنة كان لنا الدورة الخامسة للمسابقات القرآن الكريم. به پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در اروپا خوش آمدید. أقيمت افتتاحية مسابقات القرآن الكريم يوم الجمعة يوم الثامن من شهر سبتمبر 2017، وتم التسجيل من المتسابقين في هذا اليوم، وأيضا التعريف والتوضيح حول قوانين المسابقات من قبل لجنة التحكيم وتعريف لجنة التحكيم، وأيضا كان هناك كلمة لسماحة الشيخ حكيم إلهي، وهو مدير مركز الإمام علي عليه السلام الإسلامي ومدير هذه الدورة من المسابقات. هذا المحفل وهذه المسابقة الكريمة هي إحدى أهم الأسباب التي تدعو الإنسان على أن يكون لديه قرب من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. طبعا أنا المشارك فاضل الإمارة من دولة السويد، مشترك في قسم حفظ كل القرآن الكريم في هذه الدورة من المسابقات في حفظ وقراءة القرآن الكريم على مستوى أوروبا. طبعا إلى الآن يعني النتائج لم تظهر بعد، والحمد لله اللي وفقني وقد شاركت في هذه المسابقة. وأما الأجواء طبعا جدا رائعة باعتبارها أجواء فيها نور القرآن الكريم، وبهذه الأجواء نلتقي من دول عديدة كإيطاليا وألمانيا وفنلندا والدنمارك بالإضافة إلى السويد. وكانوا جميع المتسابقين في استضافة مركز الإمام علي عليه السلام الإسلامي في ستوكهولم، وأقاموا هنا في قسم المصلى، وكانت هناك أيضا ورشة قرآنية يوم الأحد بحضور لجنة التحكيم والمتسابقين، حيث تم التكلم حول كيفية المسابقات والإشكاليات الفنية، وتم أيضا الإجابة على أسئلة المتسابقين في هذه الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سید عباس هستم از آلمان، از شهر هامبورگ، و جزء متسابقین این مسابقه قرآن در استکهلم سویدن. من خیلی خوشحال هستم که اینجا اجازه داشتم شرکت کنم. خداوند این توفیق را برم داد. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. اما از همه بهتر و از همه اولاتر این است که آشنا شدم با برادران دینی که واقعا دلنشین هستند، و به نظر خودم این وحدت، این یک جا شدن امت رسول و خصوصا شیعت علی از همه مهمتر است. متاسفانه به ایتالیا که آمدیم حدود 7 سالی که دور موندیم و دنبال یه جایی میگشتیم که بتونیم تو این مقوله شرکت کنیم، فعالیت کنیم. الحمدلله پیدا کردیم، گفتن در هامبورگ هست، در سوئد هست. این بار توفیق شد و شرکت کردیم در این محفل قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمی علی محمد جواد الطريحي من هولندا.
كنت مشارك في هذه المسابقة كحكم في مادة الوقف والابتداء، تمكننا أن نكشف بعض المواهب في المجالات المختلفة، ومن خلالهم ممكن نشر هذه الثقافة القرآنية في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يوسف الأسدي وعمري 12 سنة، شاركت بالقراءة تحت 16 سنة من يعني على المسابقات الأوروبية اللي أقامت بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وإن شاء الله أستمع. الأجواء طبعا جدا رائعة، بحيث أننا نحتاج إلى هذه الأجواء، كما هو معلوم لدى الجميع أن هذه المسابقة وكغيرها من المسابقات والمحافل القرآنية تقام في كل عام، ونحن ننتظر هذا اليوم وهذه المسابقة لكي نأتي ونتواجد في هذه الأماكن، حيث أنها تعطينا شحنة معنوية إيمانية في سبيل أن نتقدم في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب حسن صادقی هستم. مدت 15 سالی هست که در کشور آلمان اقامت میکنم و از سن 5 سالگی به فعالیت قرآنی و آموزش قرآن مشغول شدم و الان هم به عنوان یکی از قاریان قرآن کریم و معلمین قرآن در آلمان خدمت میکنم. خداوند این توفیق رو داد که در پنجمین دوره مسابقات قرائت قرآن کریم به اروپایی در شهر استکهلم سوئد شرکت کردم. به عنوان داور این مسابقات در رشته تجوید هستم. در کل این برکت، برکت قرآنی هست و هر کسی که با این ویژگی و در این مسیر حرکت کنه قطعا برکات قرآنی رو شامل حال خودش و خانواده محترمش خواهد شد. مستحضر هستید که ما در اروپا زندگی میکنیم و احتیاج داریم به نور قرآن و تلاوت قرآن و هدایت مستقیم خداوند و اهل بیت علیهم السلام. انشالله که موفق باشید، براتون آرزوی موفقیت میکنم. التماس دعا در خدمتون هستم. سمعنا مناديا ينادي للي
Jag heter Wahid Haidari. Jag fick tävla i recitationskategorin och kom upp till finalen mellan alla deltagare från olika länder i hela Europa. Och där tävlade jag mellan 6 personer och fick plats nummer 4. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الحائز على المرتبة الأولى للمرة الثانية في هذه المسابقات الأخ يوسف الأسدي. من مدينة فيكسكو صحيح؟ من مدينة فيكسكو سماحة الشيخ فاضل الأمارة. أجاغي فاضل الأمارة از شهر فيكسكو السويد حافظ كل قرآن كريم هستند و نفر دوم در رشته قراءت بزرگسالان آقای سید عباس علی از کشور آلمان. به شخصه فکر نمیکردم که شاهد برگزاری پنجمین دوری مسابقات قرآن کریم در سویدن باشیم، اما به حمدالله اهتمام و علاقه ای که ریاست محترم مرکز به مسائل و احیاء فعالیت های قرآنی داشتن شاهد این مهم شدیم. در خاتمه ما جا داره که صمیمانه و عمیقانه تشکر بکنم از ریاست محترم مرکز اسلامی امام علی علیه السلام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حکیم الهی، به عنوان یک عضو کوچیکی از جامعه قرآنی من صمیمانه ازشان تشکری میکنم. علارغم مشکلات بسیار زیادی که در ماهای اخیر متاسفانه برای مرکز به وجود آمد، آتش سوزی که اتفاق افتاد و سیلابی که در واقع خسارات بسیار زیادی را مرکز متحمل شد، أنا جدا أفتخر أن أكون خادما صغيرا لنشر القرآن، وأشكر الله تعالى أن من علي بحضور إخوان شباب وهم يساعدون لهذا المشروع المبارك.